يا مشني الغنية أشقى خدمة على كرة الأرض وهذه أصعب خدمة أصعب خدمة في الدنيا هي ذي أصعب حاجة شباب تو كل ما يعرفش يخدمها ما نجمهاش ما نجمش يخدم يعني واعرة توك اللي دين تو نحن كهذه من داخل الدار تلقاها ملقبة بالحال من هذه لما ندرنوا في الكواغط هذه خدمتها دفلة مرارة أصلا مرارة أزرق خدمتها ما ثمش ما أصعب منها خدمة هنا في الكرة الأرضية هي قد الحال أصعب منها ما ثميش ما نجمها حتى واحد كان نحن منززين عليها يانا نخدموا فيها من يوم من اطلقنا نحن نخدموا فيها منززين عليها تاني ما نخدموهاش اما من الاحتياج تلذير باش نخدموها كرد هندي نلقطوا الحارة ونطيبوها نخدموا في السواني نربشوا سواني ونخدموا 7000 ب6000 المرأة ظلم الضي للضي من 8 من 7 متاع الصباح للستة للخمسة تخدم ب6000 ب7000 وش مش تعمل بالله 7000 اش مش تعايش ما تعايش حد شيء من اللي عمري 6 سنين وين نقلع صغار نمشي مع ابونا نمشي مع خوتنا حتى اللي مشيت للراجل هذه هي المهنه ديما تعبين وديما نقلعوا والجورني نتاع الحالفه شوي معناها اخي 10000 واش تعمل تعمل حتى شيء والواحد نهار ربي يلا يلا تشوف يدي انا بالسلوج وبالحبوب ومعناها والدمار ونحن مرضى ناس عندي حساسيه على قدك اش تاعنا نفد نموت غير ظروف هاي باش نقارنها نقارنها بالدمار نتاع الحياة فشين مثلا ما حط شيء مثلا ما فيهاش حتى مربوح راي غير الزز يلزك للعافية تالي وشن هاني مفارع الشايب 75 سنة بارك ما يقضي حتى شيء
ونا هاني مني مخيط للخياط ومني فارس للعياط. المحتاج ومدمر يقولك لقت حتى بدينار بخمسمية بخمستاشمية وما نقعدش محتاج شاقي ولا محتاج اقسم بالله يا الراحة الى ثم ظل راقد في السبيطار ونخمم على الليتام شكون مش يجي شكون مش يعطيه شكون مش يطول نام اللي جبتهم وانا مدمرة مات بوايهم مات مشي الله يرحمه مشي هو مني مرا مني راجل انا السوق انا ندافع عليهم انا نمشي انا نحطب انا نسوق نمشي البلاد كلها هنا الهنشيره دايل تشوف ليه كامل مش جبل الجبل لا هنا قسم على ربي طرف كسرة وما ويزي والحمد لله يا ربي نعمه بالله هكا ولمشوا هكا مش نعمه انا كان مت الحمد لله يا ربي ومن ايتامي كنت تهني عليهم هم وظل ببلايسهم وظل متهني عليهم وانا حاية نموت لباس ونقول وقت لينا نموت وظناي هامل كياك العريان عريان والحفيان حفيان مشني طايب راو يتكلم كان الشبعين راو يتكلم كان اللي هو متوظف وبنته متوظفه وولده متوظف اما نحن القلال كي مكه حتى التقرا ليه طفله ما تفوتش السياد يبطل عليها توا المتوظفين اللي يطلبوا في زياده وشاو عاملين اعتصامات ولو هما عايشين ومترتاحين طلعوا من الهاشير اللي هنا كي ترى خلي يخدم نهار واحد نهار واحد يرضى ب 100000 ما عادش يطلب مليون يقول لكم اعطوني 100000 خلونا نعيش فيها ويزيني والحمد لله بين المال متوظف ياخذ مليون ويقول لك لا انا الشامش اللي تعطوها 400 برك وحطوه لتاني وهاني عندنا هاي الذري بالسخط متوظفه وقاعده بطاله اعطوها 400 كل متوظف ياخذ مليون اقسموه على اثنين اعطوا لهذاك 400 ذاك 400 خلي الناس كل تعيش مستوى واحد علاش واحد وعايش واصل للقمه وواحد مديه الشر عفس قرا قرا مسكين وطلع هذا يقلع في الحلفه وهذا سيرح بالغلم وكان الاخر يلقاها الغلم حتى اللي دنعجتها وتتهز لي ما قعدش هاي يلزمك تجي معانا خلي مريضه ما نجمش بابا ايش فاطمه الحاج ما تنجمش دوري وراها مبروك في السماء هز
يا عمري واو واو طب سقابلين شوي بشوي بشوي شوي رباك مع المرأة المرأة معي يا أهلو بشارة شبهناك الذهب عشان لونها أصفر ونستعملوها في فوائد ياسر نجم نصنع منها الأدوية والمواد الكيميائية والصناعات التقليدية نستعملوها في حياتنا اليومية وتخلي التربة ما تنجرفش وتعطينا هواء نقي وتحمي الطبيعة وتزين الطبيعة. شبهنا الحلفة بالذهب لأن لونها أصفر وهي ثمرة بتاع كد وتعب. نجم نصنع بالحلفة الفلوس ونجم نصنع بها مظلة نجم نصنع بها الكتب. كل ما جيت الحلفة أنا ما قلوش تو معناش كتب وكرارس وأوراق. لماذا تفسرون عزوف الشباب عن العمل في ميدان الحلفاء؟ ما نحبش نخدم في الحلفة عجال تتجرح لها ايدي والتلسعني عقرب ولا يلسعني الباع ولا حمشة والفلوس ناخذه طريف. لا ما نحبش نخدم في الحلفة خاطر خدمتها صعيبة ومشي سهلة ويمكن يدي تشقق ويمكن تلسعني عقرب ولا حناش وسبيطار بعيد ويمكن الموت ورخيصة وما فيهاش فلوس ياسر. Oh, my God.